في الجلسة المهمة جدا اللي احنا حاضرينها واللي تحدثت عن المرأة بصفة عامة، وانا هتكلم عن المرأة المصرية. انا في تقدير ان المشكلة اللي موجودة عندنا في بلادنا، ومش هتكلم اكتر، بقول ببلادنا ثم بقول مصر، ان احنا قد نكون غير منصفين. انا بتكلم على الرجالة، مش على حد تاني، غير منصفين. يعني هم لما يتحدثوا يقولوا اللي بيعمل في البيت كذا وبيجهز كذا واللي بيشتغل كذا وبيربي الولاد واللي بيراجع كل ده، ولكن لما نيجي ويتم اغفال الدور ده ولا يتم القاء الضوء عليه او تقديره بالتقدير المناسب. كلنا من اسر وكلنا نتكلم عن امهاتنا بشكل عظيم ورائع، ونقول ان احنا ما سلوكياتنا دي امتداد للتنشئه. طب ما احنا شئنا ام ابينا اللي عمل صاغ الشخصيات بتاعتنا، سواء كنا شباب او شابات، رجال او نساء، هي الام. الام يعني المرأة. يبقى اول نقطة عايز اتكلم فيها ان احنا قد لا نكون منصفين في تعاملنا مع المرأة في منطقتنا العربية والاسلامية يمكن، وفي مصر. لو احنا منصفين هنبقى شايفين ده ونستدعيه ولا نتغافل عنه ولا نطمسه. ليه نتغافل عنه؟ ليه ما نقدروش؟ ليه ما نسجلوش؟ ليه ما نقدموش قدام كده؟ اذا كان هم ربنا سبحانه وتعالى اراد لهم هذا الدور العظيم. فاول نقطه في مساله المراه وتمكينها مش الاراده السياسيه فقط، لان الاراده السياسيه مش هتكون كفايه، لان في ثقافه في المجتمع، واذا كانت الثقافه بتاعت المجتمع هتبقى حاجبه، هتبقى رافضه لدور المراه، او فهيبقى الاراده السياسيه مش هتبقى كفايه ابدا، لانه ما حدش هيقدر يدخل في كل منطقه، في كل وزاره، في كل جهه حكوميه او حتى مدنيه او حتى القطاع الخاص، عشان يقول لهم لا لو سمحتم. من الانصاف وليس من التفضل او التحضر ان احنا هنعطي للمراه دور. لا، الدور احنا اللي يتصور ان احنا بنعطيه للمراه تفضل او كرم من الرجل، يعني بيسيب لها حاجه، يعني ده كلام لا يليق بصراحه. وانا بقول لكم كده مش برضو عشان انتم موجودين معانا هنا. لا، احنا اذا كنا عايزين نكون مجتمع منصف وعادل وامين وصادق مع نفسه، لابد ان هو يسمح بهذا الدور، سواء كنا احنا بنتكلم عنه او بنقول ده عامل مرأة او بنعمل فعاليات للمرأة او ما بنعملوش. الحقيقة المرأة موجودة في كل مكان، بتقوم بدور اكتر من رائع، سواء كانت موجودة في البيت فقط او موجودة في البيت وفي الشغل. والمرأة المصرية للضيوف اللي موجودين وما يعرفوش عنها، لها تقدير كبير جدا في نفسي. الرجاله بتتجوز وبعدين يسيبوا زوجاتهم وهم اللي يشيلوا الولاد يربوهم، وحتى يمكن ما يرضوش يبقوا عايزين يساعدوهم او يدوهم حتى النفقه بتاعتهم. ده انا بتكلم على بعض النقاط السلبيه جدا في بعض المجتمعات بتاعتنا. مفيش انصاف. هو لو منصف ما يعملش كده. يعني هي هتشيل الهم الولاد وكمان تدور تجيب نفقتهم منين؟ ده حاجه كده على جنب يعني، او اي حاجه تانية، او اي حاجه تانية. على كل حال اقصد اقول ان احنا في مصر وفي دولنا العربيه ثقافتنا حاجبه لدور المراه، واحنا لازم نغير الثقافه ديت بجهد، ومن خلال الإعلام يمكن، من خلال المدرسة والتعليم يمكن، من خلال المسجد والكنيسة يمكن. كل ده لو اتحرك بشكل، لو عنده القناعة، لو هو مصدق ان هي شئنا ام ابينا، رضينا ام رفضنا، هي ليها دور ربنا سبحانه وتعالى جعله لها، ودور عظيم، مش دور، دور عظيم للمرأة في حياة الأمم والمجتمعات، وهي اللي بتاخد الأمة تطلعها قدام. ولو تغافلنا عن دورها للأسف الأمة دي بتضيع. عشان كده المرأة، وأنا عايز أقول لكم يعني
في مصر يمكن بقول المرأة في مصر يمكن تكون أكتر من دول كتير لها دور عظيم وبتقوم بتعمل في البيت وتعمل في العمل وتشيل الهم وتبقى خايفة على بيتها وعلى أولادها وفي الآخر يمكن يكون وطبعا أرجو إن الرجالة ما تزعلش مني بصراحة يبقى بتقله بس إن هو بيروح يجيب قرشين ويجي إن هو عمل كل حاجة. لا طبعا ده لا والله. وحتى في ثورتنا بتاعت ثورة 30 يونيو كانت المرأة المصرية هي الأكثر وعيا وأكثر إدراكا وأكثر تحركا في مجابهة الفكر المتطرف. خافت على بلدها، خافت على أولادها، وخافت على مستقبلهم، وكان تحركها واضح. أنا هفكركم كلكم وللضيوف اللي مش موجودين معانا ما حضروش اللحظة ديت. احنا طلبنا في خلال يومين، يوم 24/7 طلبنا ان الناس تنزل عشان تؤكد يعني تدينا تفويض بان احنا نجابه الارهاب والتطرف اللي احنا شايفينه دلوقتي في بلدنا. انا عايز اقول لكم ده كان في رمضان، وللناس اللي ده كان وقت حر جدا والناس صايمه كلها، وكان الاخطار كله قبل الموضوع بيومين. انا عايز اقول لكم نزل المرأة المصرية، نزلت اولادها وزوجها وجيرانها، وخدت الاكل وفطروا في الشارع، ونزلوا اكتر من 33 مليون مصري ومصرية. انا هقول لكم التفويض ده عمل لنا ايه. انتوا كنتوش موجودين، وانتم السؤال اللي سأل من الاستاذة سامية لحضرتك بتقول لك انتم هتعملوا ايه لمصر؟ ليه متغافلين عن الدور اللي مصر بتعمله في مكافحة الإرهاب وبتحاولوا تضغطوا عليها رغم ان هي بتقوم بجلاء بشرف في مكافحة الإرهاب نيابة عن العالم كله، نيابة عن العالم كله؟ ليه انتم متغافلين يا أمم المتحدة او كدول اخرى؟ السؤال معناه كده، السؤال بتاع الأستاذة سامية معناه كده، بتقول ليه انتم متغافلين عن دورنا اللي احنا بنعمله كأمهات بتقدم أبنائها أو زوجات بتقدم أزواجها في مواجهة الإرهاب، اللي بتقوم مصر اللي ملهاش ذنب في أن استخدم الإرهاب في العالم كوسيلة لتدمير الأمم، هي اللي بتكافحه بشرف. دول بتتكلم بشكل وتدي للإرهابيين وتساعدهم بشكل تاني، دول تتكلم بشكل في العلن وتستخدمهم كأدوات بشكل تاني، مصر ما بتعملش كده. فالمرأة المصرية نزلت في اليوم دوت عشان تقول نحن معك، نحن سنتحمل تكلفة مجابهة الإرهاب اللي احنا لغاية دلوقتي بقالنا 3.5 سنين اهو بندفع ثمنها. فهم نزلوا كام؟ نزلوا زوجاتهم، أزواجهم، ونزلوا أبنائهم وبناتهم في الشارع في وقت صعب جدا خلال يومين. 33 مليون أو أكتر نزلوا الشوارع في كل حتة في مصر، في كل محافظة، في كل قرية، في كل ميدان، قالوا إحنا موجودين سنجابه الإرهاب. واللي هم عارفين إن مجابته معناها إيه؟ إن ده معناه أبناء تفقد تستشهد، معناه إيه؟ أزواج تضيع يعني تستشهد، ما يبقوش موجودين معاهم. قدموا ده لأجل خاطر بلدهم ولأجل خاطر الإنسانية. فأنتوا مش عايزيني أبقى أحترمها وأقدرها وأتواضع أمامها في مصر؟ لا. وللأسف أنا بقول لكل للرجالة وللشباب، الشباب خلي بالك من كل شابة وكل سيدة وكل امرأة، انحني أمامها، انحني أمامها. الكلام اللي بقوله ده مش كلام معسول، مش كلام معسول عشان راضي بيه الناس. انتبهوا يا مصريين، انتبهوا لحضارتكم. انتم اللي علمتوا الإنسانية، انتم اللي علمتوا الإنسانية، وانتم اللي شكلتوا أساس الحضارة. انتبهوا وتعاملوا في هذا السياق. لما تكون المرأة تتقدم ونقف احنا،
لما تكون المرأة تتقدم وننحني احنا، اذا كنا احنا رجال حقيقيين، اذا كنا رجال حقيقيين، اذا كنا احنا نقدر دور المرأة اللي احنا بقول تاني ليس تفضلا ولا عطاء بنديه يعني، لا ده حقها. اذا كنا احنا عايزين نعطي الحق لمن يستحق ان يأخذ حقه، المرأة في مصر وفي العالم، بس انا هتكلم على بلدي اللي انا شايف دورها فيه. لا، واحنا لو نقدر نعمل برامج عشان الاخت اللي سألت عن الدور التنظيمي اللي ممكن يتعمل، انا معكم في كل اجراء ممكن يدفع به بمكانة المرأة، يدفع به او يدفع به في بتقديم دور المرأة باحترام، بتهذيب مجتمعنا تجاه سلوكيات المرأة. أنا هقول كلام مش عشان أقدم نفسي ليكم، لكن عايز أقول لكم أنا كنت في أسرتي عايشين في بيت، في كل أسرتي بالبنات البيت كلهم، كان كل بنات البيت يقولوا يا ريت بابانا عمو عبد الفتاح، يا ريت بابانا عمو عبد الفتاح. أنا بكلمكم بجد، أيوة، لأن أنا كنت، أيوة، وأنا كنت بعمل ده ليس تفضلا لهم، واسألوا عن ده، احترام كبير جدا للبنت اللي قد كده واللي قد كده، ومعاملة بمنتهى اللطف. يعني بالآخر اللي أنا بعمله ده لو كان لي معنى عايزين تعرفوه، ده شكل من أشكال المعالجة الدينية اللي أمرنا بها النبي للبنت وللسيدة وللمرأة. لا بس احنا ما بنعملوش. إذا كنتوا عايزين تعرفوا ده إيه، ده الحد الأدنى اللي حاولت بفهمي لديني إن أعامل بيه المرأة. عمري الحمد لله، يعني الحمد لله، حتى أولادي هم صغيرين كده، عمري ما لا يمكن، الأولاد كنت بقى قاسي جدا معهم، لكن البنات صحيح صحيح لا يمكن. لما النبي محمد يقول ترفقوا، ده استراتيجية، ده ايه؟ استراتيجية تطلع منها عادات وتقاليد، وتطلع منها قيم، وتطلع منها حاجات كتير جدا تنفذ، بس احنا ما بنعملش. لما في بعض القرى لا تورث المرأة، يا سلام، لا تورث المرأة، ايه ده؟ ايه الكلام ده اللي موجود عندنا اللي عايز يتغير؟ عشان اذا كنا احنا بنعرف ربنا او عايزين نعرف ربنا، لا طبعا. فارجع تاني اقول احنا محتاجين في مجتمعنا ان احنا يبقى عندنا برنامج متكامل، وانا معاكم فيه، سواء كان في الاعلام او في المدرسة، لإعادة رسم الصورة الحقيقية للفتاة وللشابة وللمرأة المصرية او للمرأة في مجتمعاتنا، عشان تأخذ مكانها الذي تستحقه، الذي تستحقه. وانا معكم، انا معكم سيادة الرئيس. يعني عام 2017 حضرتك اعلنت ان هو عام المرأة المصرية، عندنا 4 وزيرات، عندنا 89 نائبة في البرلمان، وده اكبر عدد تقريبا في تاريخ البرلمان في مصر، عندنا لاول مرة محافظة سيدة. هل بنتوقع انه في الفترة الجاية الاعداد دي تزيد، بس تزيد للمؤهلات؟ عايزين رئيس وزراء. ليه لا؟ يعني مش كده يعني، لكن لكن هقول لكم حاجة تاني. هو الموضوع مش بس على قد ان هو التمكين معناه انك انت تعطي وظائف او تعطي مناصب، ابدا. التمكين هو الاحترام اللي بين اي انسان ماشي في الشارع وبين اي سيدة او شابة ماشي في الشارع، ده التمكين الحقيقي، مش ابدا تولي الوظائف والله. نعم. لان يعني ايه النهاردة ان مثلا يعني ان انا اقول ان انا مثلا عندي في الوزارة نصهم، بالمناسبة النهاردة في طابور الماراثون اللي اتعمل الصبح، عارفه مين اللي حاضر معايا الصبح؟ السيدات بس. هم اللي صحيوا بدري. لو حد يزعل يعني وزير الشباب طبعا، لانه مش معقول يعني يفوتوا الكلام ده، لكن كل
السيدات الفضليات اللي كانت موجوده معانا في الوزاره كانوا حاضرين وبيجروا معانا وكده. ارجع تاني اقول لكم ان التمكين ليس فقط من خلال تولي الوظائف والمناصب. التمكين الحقيقي هو الاحترام الحقيقي. هو التقدير الحقيقي للانسان، للرجل، للشاب، للفتى، للفتاة او للشابة او للمرأة. تقدير حقيقي. اقول لكم حاجة، المفروض الراجل يحط ايده ورا ظهره كده لما يكلم الست حتى ما تخافش، مش يزعق ويشتم. مش عارف كده الرجالة هيزعلوا مني بقى ويقول لك ايه واحنا داخلين على انتخابات يعني. شكرا جزيلا.